اكتر رحله كنت بحبها ايام المدرسه كانت دريم بارك، كانت لذيذه قوي. ملاهي، رحله حديقه الحيوان مثلا. دريم بارك بحب اروح القريه الفرعونيه، فيوم وادي الريان. دي اكتر رحله كنت بحبها، كنت بحب اروح دريم بارك بسبب قطر الموت، بحب اركب قطر الموت. انا اسكندريه اكتر رحله كنت حابه اروحها كانت الفيوم، طلعت كتير وبحبها قوي. اسكندريه اهم السندوتشات اللي كنت باخدها معايا الرحله، برجر مثلا، بطاطس كده، سندوتش بانيه مع المايونيز بقى وبتاع، دي كانت توب توب. برجر وبانيه وكده، سندوتشات بانيه دايما. اكيد بانيه، لازم ناخد بانيه في اي رحله يعني. طبعا جبنه، ماما كانت ساعات بتعمل لي سندوتشات لانشون بالجبنه الكيري، بحبها قوي. كنت بحب اخد سندوتشات البرجر وطبعا جبنه والحاجات دي الفطار، لانشون وجبنه رومي. كنت بحب السندوتشات جبنه رومي على جبنه نستو، لانشون وجبنه وبتاع، سندوتشات جبنه رومي، سندوتشات كفته، سندوتشات كده يعني. سندوتشات بانيه معروف، بانيه وشيبسي وكده. لو انا هنظم رحله هتكون برضو مكان زي دريم بارك. انا بحب دهب بصراحه، لسه طالعها اول مره فكانت عجبتني قوي، ف نطلعها تاني. دهب، غردقه، حاجات كده. الساحل، الاهرامات. اختار الاهرامات. دهب. ممكن مثلا نروح جنوب افريقيا. دهب. راس البر. في مصر السخنه بحب اروحها. حابب اجرب سيوه. اهم حاجات لازم اخدها وانا رايحه الرحله اكيد الاكل اهم حاجه، الطبله، المايو. باخد دايما لبس معايا ولازم الشبه بتاع الاغاني، هدوم مثلا، طبعا اكل اهم حاجه اخدها معايا، المايو، طبله، السبيكر، ميك اب عشان لو باظ